مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم أكشن مع وليد على ام بي سي أكشن وإذاعة ام بي سي اف ام. خلصنا من الديربي الأول، مباراة الذهاب الهلال كلاسيكو. اي والله كلاسيكو يا أخي، شكرا والله يا أخي، ينقذونا الشباب. ها كلاسيكو الأول، كلاسيكو الأول نقدر نقول، شوف بعيدا ان عبد الله فلاته طبعا تلاقي زعلان الحين، ها يعني مو مطايق مني كلمه، لكن لازم نعترف ان الهلال اعطى قبلة الحياه للمنافسه في الدوري. اليوم لو كان الاتحاد فاز خلصت، يعني نظريا يعني شوف الترتيب، شوف ترتيب الدوري، كان الموضوع خلص خلاص، كان الموضوع خلص. يعني كان الاتحاد صار عنده 57 نقطه والثاني عنده 46 نقطة، يعني 11 نقطة، يعني الاتحاد ثلاث يخسر ثلاث مباريات ويتعادل في واحدة ويستمر متصدر. أنا عارف الاتحادين يقولون طب هذا اللي نبغاه احنا، وش دخلنا في الثانيين؟ لكن في أحبة تحت في الترتيب يعني ها تلهج ألسنتهم بالدعاء. الشباب، النصر، الهلال، هذول كلهم فرصهم في المنافسة كانت مرتبطة بتوقف قطار الاتحاد الذي كان يسير نصرا ورا نصر. ما في شك اليوم في غيابات مؤثرة في الاتحاد، يعني أهم العناصر كانت مش موجودة، عندك حمد الله الإصابة والإيقاف، وعندك أحمد حجازي الإيقاف، وعندك كورنادو الإصابة عفوا، وأحمد حجازي إصابة وكورنادو إصابة، يعني عنده ها والعبود إيقاف، يعني عند الاتحاد عنده نص فريق غايب. لكن رغم كذا المباريات السابقة لم نشعر بهذا الغياب، فبالتالي ما أقدر أقول أن اليوم هو سبب خسارة الاتحاد هو هذا الغياب. لكن الجانب الآخر، ما في هلالي بعد أي مباراة للهلال من يوم راح جارديم إلا أول ما يفوز الهلال يقول اللي جنبه ألف مبروك، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا جارديم. نرحب بضيوف حلقتنا اليوم، احمد الفهيد اللي معطيني وضعيه الناقد، ايوه، ومعنا من الشرقيه محمد الشيخ بيعطيك ابتسامه، طبعا معطياته دائما تقول الهلال يفوز. الله يعطيك على قد نيتك. ونرحب الدكتور سلطان اللحياني، جاينا من ابها عاد، وعنده علاقات صارت جامده، ورايح ومعازمين اماره عسيره، ومصور مع الامير تركي بن طلال، ما عسى يرد علينا اليوم. الله يعطيهم العافيه، الله يعطيهم العافيه، اشكرهم والله على كرم الضيافه، واشكر سمو الامير على كرم الضيافه والاستقبال، واهنيه على التميز اللي ظهر على المنطقه كمنجزات في شتى المجالات، ورياضيا شفنا كيف تميز ضمك وابها هذا الموسم، واللي بالتاكيد خلفه دعم واداره ورعايه ومتابعه من الامير. مضبطينك يا جماعه، شكرا مضبطينك، لا مضبطينك، الرش هذا كله يستاهلون، والنتائج يستاهلون، النتائج هي اللي تثبت. صحيح صحيح، احب اداعبك. ونرحب طبعا من القاهره كابتن سمير عثمان. ازيك يا كابتن؟ زي كابتن وليد، اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده الزملاء وكل المشاهدين. ايه الحلاوه النهارده ومنورنا الرئيس. الحمد لله، كان زياره حلوه قوي، كانت مفاجاه بصراحه اما قابل جلاله الملك والامير محمد بن سلمان، تحس ان اللقاء كده ودي حلو، يعني الواحد انبسط بصراحه لما شاف الصور النهارده، كانت مفاجاه جميله بصراحه. ما في شك طبعا العلاقات السعوديه المصريه هذه علاقه ضاربه جذورها في التاريخ، يعني إضافة نشوف الترحيب اليوم الشعبي الكبير في السوشيال ميديا بزيارة فخامة الرئيس، الله يديم المحبة والود والعلاقة الاستراتيجية بين البلدين والشعبين. نرحب كابتن محمد فودة، حياك الله أبو فهد. يا هلا يا أبو بدر، مساء الخير عليك وعلى الزملاء والمشاهدين والمستمعين إن شاء الله. يعجبك أبو فهد ما يطول، أعطيك الخلاصة، ها؟ لأنه هو عارف اليوم إنه في نقاش تحكيمي كثير، فقال يلا الفراج خلص علينا، ها؟ لا اليوم عندك سلطان ما شاء الله تبارك الله، اليوم بهدلنا عند الحالات، وقروهي خذ قروهي كل كوره قروهي، زعلان كان يوم جا البلنتي حق الهلال، زعل سلطان صح؟ خذ قروهي، خل خرب علاقتك مع الهلال. لا والله كانت بيني وبين ابو فهد، خذ اللقطه التحكيميه وانا اخذ الحاله الفنيه، وكان يقول لا وقف وانا اقول لا وقف. طبعا يلا عشان انا لبستك مع الاتحادين في موضوع جوز من كونترا، ادخلك الحين مع الهلال في مشكله، ها وننفرد فيك. استاذ عبد الله فلاته، البقاء لله، ايش فيك كذا زعل شديد يا اخي؟
بس احنا قلنا ليتها من ايام جارديم مؤجر يعني مؤجر. عبد الله فلاته كان من المطالبين باستمرار جارديم مع الهلال. لا مو استمرار جارديم بس المباراه دي عشق خرت بشكل مره زايد، تاخرت شيء مو طبيعي. شوف من الحين بدات تاخر، الحين قام عبد الله فلاته متاخر والله. والله تاخرت كثير حقيقه. بس لو جارديم موجود كان ما تاخرت. انا قلت لك يومها هنا الهلال المفروض يلعب قبل المباراه النهائيه، كان المفروض تتلاعب. رجعنا لحكايه كنا وكانوا. نبدا الحلقه، بس خلينا نقرا لكم الاستفتاء قبل ما نبدا الحلقه. ما هي النتيجه العادله لكلاسيكو الهلال مع الاتحاد؟ سؤال حلقتنا اليوم، وهذا موجود على حساب البرنامج في تويتر. هل النتيجه العادله فوز الهلال ولا فوز الاتحاد ولا التعادل عادل؟ ننتظر مشاركتكم على حساب البرنامج في تويتر، هذا يظهر امامكم الان على الشاشه. الحساب موجود هذا امامكم، والله يحييكم تشاركونا. او خلينا ناخذ من ضيوفي سريع كذا اجابات، اذا احد اعطاني اجابه سريعه الله يستر. يجي واحد يشرح لي الحين تحليل فني. سؤال، طلع الاستفتاء يا استاذ اشرف عشان احبك. ايوه استاذ عبد الله فلاته، ايش تختار وليه؟ اختار التعادل. تعادل كان الافضل، مباراه تنتهي تعادل حقيقه. طيب دكتور سلطان، اختار فوز الهلال، كان اقرب قياسا على الفرص اللي تحققت للهلال واللي انقذها قروهي. للاتحاد اعتقد الغيابات السابقه كانت تعوض بالقوه الهجوميه اللي امتلكها حمد الله، غياب حمد الله اليوم كان مؤثر على النهج الهجومي اللي كان يترجم الفرص، وهذا الشيء يحقق نتائج ايجابيه. احمد الفهيد، الهلال كان الاكثر سيطره والاكثر خطوره والاقدر يعني في فترات كثيره من المباراه، هذا لا يغلي الاتحاد كان متفوق. محمد الشيخ، لا فوز مستحق للهلال، وكانت النتيجة يعني يفترض عطفا على واقع المباراة أكثر من هدف. وينك يا جمال عارف، هذا يومك كان. وينك يا جمال عارف استلم محمد الشيخ. إذا كان كويلار يستحق الطرد من الشوط الأول كانت موازين المباراة كلها تنقلب. أنا أعتقد خبراء التحكيم حيتكلموا في دي النقطة. لا تحاول تأثر عليهم. لا ما أثر، واضحة وضوح الشمس. دعس على عبدالعزيز البيشي في الشوط الاول، بعدين كولا تيرمارينو اللي اخذ على كارت اصفر. كان كوليرار يستحق بطاقه حمراء من الشوط الاول تقلب كل موازين المباراه، وبالتالي الاتحاد ممكن فودا ما يمشي مع الكلام ذا. انت خليك على سمير عثمان ممكن يعني يتاثر، بس كابتن فودا انسى. هو اشر لك انه كاتبه عنده. اجل الفودا اللي تاثر وسمير عثمان هو اللي ما راح يتاثر. لا ما دام طلعت فيها ورقه الفودا. طيب نبدا الحلقه مع العناوين. ولي العهد استقبل إنفانتينو بحضور الفيصل والمسحل في الرياض. السعودية تدرس مع الفيفا فرصا واعدة لتطويرها وزيادة التعاون. كلاسيكو الذهاب، هلالي والأزرق يهزم الاتحاد ويفتح طريق المنافسة. الزعيم يجدد أماله لدوري 2022 ب43 نقطة، والهدف النقطة 49. البرازيلي رافائيل كلاوس يتألق تحكيميا وجدل حول ركلة الجزاء. الغيابات والإصابات تحبط كونترا، ودياز يواصل إصلاح الهلال. محافظ المجمعة انطلاق راليس دير 17 مارس بمشاركة 55 لاعبا. الفيفا يمنح اللاعبين والمدربين الأجانب بروسيا وأوكرانيا حق الفسخ. أصيب اللاعب فاقتحمت زوجته الملعب ومعها حجر لمعاقبة المنافس. أخيراً عودة المباريات الدولية إلى العراق واللقاء الأول أمام الإمارات. شكراً لكم، انتهى وقتنا، تمسوا على خير.